حضرتك يا كابتن جمال. اهلا، مساء الخير، ازيك يا شيماء؟ عامله ايه؟ الف مبروك طبعا، ومنورنا هنا في قناه النادي الاهلي، ومشرفينا دايما في البطولات الدوليه والبطولات المحليه. وعايزه اعرف من حضرتك اهميه بطوله دبي او الكاس الفضيه لبطوله دبي الدوليه. تمام، اهلا بيكي طبعا، وتحياتي للدكتور مروان صالح مع حضرتك. ربنا يكرمك يا كابتن جمال، توفيق. ربنا يخليك يا دكتور، يا رب ربنا يخليك. وطبعا بالنسبه للبطوله الدوليه، انا شايف ان هي الحمد لله يعني بطوله جيده جدا، استفدنا منها بشكل كبير وبشكل جيد طبعا، وشفنا مدارس اوروبيه ومدارس عربيه جديده يعني على مستوى عالي جدا من الاداء. يعني البطوله صحيح. نفسها كانت فيها فرق كبيره، يوفنتوس صحيح، فيها اليوفنتوس ليفنتي الايطالي بالظبط، فيها توينتي الهولندي، والنصر الاماراتي، وفيها تشيلسي، وفيها العين الاماراتي، وفيها ريال مدريد، وفيها بورتو، وفيها الوحده الاماراتي، وسيلتا فيجو. مدارس مختلفه بالظبط يا دكتور، بالظبط. والاحتكاك ده من السن صغير للاعيبه النادي الاهلي اكيد هيفرق كتير جدا في بناء شخصيه لاعب محترف. لا ما فيش شك طبعا، كانت بطوله كبيره وبطوله جيده جدا. من الحاجات اللي هي اللي كانت يعني بالنسبه لنا غريبه شويه، ان هي تخلص في 3 ايام، يعني كل ماتش في اليومين الاولانيين لاعبين مباراتين في اليوم. اليوم الثالث لعبنا دور الثمانيه، ولعبنا السيمي فاينل، ولعبنا الفاينل اللي هو على السيلفر كاب. يعني اقول برضه هو الكاس اسمه الكاس الفضيه، لكن النادي الاهلي مواليد 2006 كسبوا البطوله، هم الفريق الافضل او الفريق اللي تصدر كل المجموعه اللي موجوده لشان. المجموعه اللي هي الجانب الفضي، لان هي بتتعمل زي الشامبيونز ليج كده، ان كان اوروبي او افريقي. وبعدين في دور ال 16 تحديدا بيحصل الفرق اللي بتكسب بتلعب الجولدن، والفرق اللي بتخسر بتلعب السيلفر، زي الكونفدراليه بالظبط. صحيح. او الدوري الاوروبي يعني. الحمد لله لعبنا في دور الثمانية مباراة مع عدمان، تفوقنا على نادي عدمان 4-0، وبعدين السيمي فاينال لعبنا مع نادي النصر الإماراتي وتفوق 4-0 الحمد لله، ولعبنا ليفانتي في النهائي. ليفانتي الزور الإيطالي كسبته بركلات الترجيح بعد ما انتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي. كان تعادل ايجابي، كنا كسبانين 1-0 وجالنا ضربه جزاء، بس طبعا ما وفقش فيها عمر معوض رغم ان هو من نجوم البطوله، يعني الكره ارتدت من قائم، بس هم قدروا يتعادلوا، ولعبنا ضربات ترجيح بعد كده والحمد لله كسبناها بشكل كويس يعني. وبشكر اللعيبه جدا، لان اللعيبه كان حمل بدني مش طبيعي. تخيلي حضرتك ان تلعب 3 مباريات في اليوم. صحيح. يعني لعبنا في اليوم ده اخر يوم لعبنا الساعه 1، ولعبنا الساعه 5، وبعديها على طول الساعه 6:30 لعبنا المباراه الفاينل. فطبعا كان لود مش طبيعي على الاولاد. مواليد 2006 كابتن جمال، 13 سنه 13 سنة السنة دي إن شاء الله. يعني فرقة ممتازة وفيها عناصر مبشرة بالخير، فيها عمر كامل حارس مرمى كويس، وفتحي مصطفى، ومازن أحمد، ويوسف الجمال، أكرم عبد العاطي، وأكرم عبد العاطي، وأيمن محمود قطب، وياسين أحمد، ومصطفى أشرف، وعمر زكريا، وعمر السرساوي، ومحمد شريف مهاجم كويس، محمد شيبة، في محمد صلاح برضه لعيب وسط ملعب برضه أشول، إن شاء الله يكون زي محمد صلاح. محمد صلاح حماد بالظبط، محمد صلاح حماد. مجموعة ممتازة، علاوة برضو على اللعيبة اللي كانت في مصر اللي سيبناهم برضو، لأن هي كانت الرولز بتاعت البطولة إن إحنا بناخد 14 لعيب فقط، إنما عندنا لعيبة في مصر كويسين جدا متواجدين معانا في الفريق، وإن شاء الله يكونوا نواة قوية جدا لفرقة النادي الأهلي السنة الجاية تحت 13 سنة أو 14 سنة. وطبعا يعني عايز برضو يعني أشكر كل الشكر طبعا لمجلس إدارة النادي، الكابتن الخطيب دعم الفرقة بشكل كبير جدا من مصر يعني، ودايما كان على اتصال بالدكتور محمد سراج الدين رئيس البعثه، وده من الشخصيات بمنتهى الامانه، شخصيه جميله، وكان مذلل لنا كل العقبات اللي ممكن تقابلنا هناك باي شكل، كان داعم قوي جدا لينا في البطوله، وتحفيز الاولاد بشكل جيد مع الكابتن فتحي مبروك طبعا مدير قطاع الناشئين، رئيس قطاع الناشئين، يعني كان دعم كامل منهم للعيبه، ان احنا قدرنا نعمل حاجه طبعا يعني حاجه كويسه، احنا شايفين ان اكيد طبعا خطوه جيده للاعبتنا، ان يعني يبقى لهم تواجد في المحافل الدوليه. صحيح، وان شاء الله يكون الفريق ده نواه بقى لفريق النادي الاهلي الاول ان شاء الله في السنين القادمه. بشكرك جدا كابتن جمال، نورتنا النهارده في كلام في الميديا، والف مبروك لحضرتك على الفوز بكاس الفضيه لبطوله دبي الدوليه لمواليد 2006.